مرحبا. واحدة من المدن بالبرتغال تعتبر موطن للأمواج العملاقة يلي بتشبه ناطحات السحاب المتحركة. نزاري، السر لوجودهم فيها هي وجود وادي عميق تحت الماء بعمق 1600 قدم، ويلي بيضاعف قوة وارتفاع الأمواج بشكل كتير كبير. ننتقل لحالة الطقس. عم 100 درجات الحرارة انخفاض قليلة مع بقاء على معدلاتها بحوالي درجة 3 درجات مئوية لمثل هالفترة من السنة، وعم يكون جو صيفي حار نسبيا وصحو بشكل عام لغائم جزئيا، مع احتمال هطل الأمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية وسد مغبر بالمناطق الشرقية وأيضا البادية. للآن عم يكون جو معتدل بشكل عام وما إلى البرودة على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف على أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون. بالنسبة للرياح فهي غربية لجنوبية غربية بين خفيفة والمعتدلة، عم تتراوح سرعتها بين 10-25 كم بالساعة، وعم تنشط بساعات بعد الظهر والمساء وعم تسجل 55 كم بالساعة. بالنسبة للرطوبة عم تتراوح بين 50-90%، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 29 درجة. مثل الطقس العاصمة دمشق يلي عم يكون فيها الطقس مشمس، عم نسجل فيها العليا 35 درجة. رح نكفي على المحافظات السورية ورح نبدأ أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. الطقس بين الصحوة والغائم جزئيا بسويدا ودرع، عم نسجل بسويدا 28 درجة، بدرع 31 درجة، أما بقنيطرة مشمس وعم نسجل 27 درجة. بالنسبة للمنطقة الوسطى لحمص وحما فالطقس صحوة مشمس، عم نسجل بحمص 31 درجة، أما بحما 33 درجة. رح ننتقل هلا على المنطقة الساحلية. فالطقس بين الصحوة والغائم جزئيا بطرطوس عم نسجل 31 درجة، بلدية 32 درجة، أما برواق اسكندرون العليا 33 درجة. بالنسبة للمنطقة الشمالية لإدلب وحلب فالطقس صحو مشمس، عم تسجل بإدلب 32 درجة، أما بحلب 34 درجة. ختاما مثل العادة بالمنطقة الشرقية رقال حسكة ودير الزور، الأجواء مشمسة، عم تسجل برقة 37 درجة، الحسكة 40 درجة، أما عند دير الزور عم تسجل فيها العليا 38 درجة. أخبار الطقس يوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.